هي قليلة، فرصة للتصويب، اصطدمت خروج من أحمد عادل خطير، هدف أول. هو زيزو، هو زيزو اللي بقول عليه، هو اللي بقول لكم أفضل لاعبي نادي النصر في لقاء اليوم. في الثانية الأخيرة من الدقيقة اللي احتسبها حكم اللقاء أمين عمر كوقت محتسب بدل من الضائع، يكلل مجهوده اللاعب عبد العزيز الشاعر الشهير بزيزو، اللاعب رقم 7 جوليادور فريق نادي النصر برصيد 3 أهداف، وهذا الهدف هو الهدف الرابع لزيزو. خطأ دفاعي كبير وعدم ربط كبير ما بين اللاعب شريف حازم وخروج غير موفق من أحمد عادل عبد المنعم. هو دي الأخطاء اللي كان بيلعب عليها سيد عيد حكم والمدير الفني للنادي النصر. أخطأ شريف وأخطأ أحمد عادل، وتواجد زيزو بباكورد جميلة داخل الشباك الحمراء للنادي الأهلي لينعم عماد متعب، عفوا عماد عبد النبي الشهير بعماد متعب. عماد والتنفيذ وجول جول جول وعودة للمارد الأحمر عماد متعب. في الدقيقة كام بقى؟ في الدقيقة 40 من الشوط الثاني يظهر الكابتان عماد متعب بضربة جزاء على طول بيحطها على يمين الحارس عصام ثروت، اللي يعني بيقول لك أنا كنت عارف إن هو يحطها هنا، حطها بقوة وبتوجيه ممتاز عماد عبد النبي الشهير بعماد متعب عشان يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي، هدف التعادل للنادي الأهلي. واحد الست دقايق اللي احتسبهم أمين عمر حكم هذا اللقاء. استلام على طول من حسين داخل منطقة الجزاء، فعلها رمضان صبح ينتفض بروح الفانيلا الحمراء في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، في الدقيقة 96 من عمر اللقاء، عرضية جميلة رمضان صبح يعمل على طول الدايفنج في الهواء برأسية على شمال عصام ثروت عشان يحمل كل الأماني الجميلة وكل الأمنيات الجميلة من جانب جماهير النادي الأهلي. يا سلام يا رمضان، عرضية جميلة من حسين وطيرة في الهواء ممتازة من رمضان، وهدف إيه؟ هدف إيه؟ حلاوة إيه وجمال إيه؟ أصغر لاعب على أرض